بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الفل على حضراتكم. حلقة جديدة من الاستوديو التحليلي استاد الأشبال. هنكون النهاردة مع حضراتكم في الجولة الختامية والجولة الأخيرة في دوري الجمهورية مواليد 2003، الأهلي أمام زد. لكن طبعا الأهلي كان ختم بطولة الجمهورية وقدر يفوز بدرع الدوري في الجولة السابقة أمام الزمالك، وفوز على نادي الزمالك في ملاعب ميت عقبة 2-1، وقدر في الجولة دي قبل الأخيرة يحسم النادي الأهلي مواليد 2003 درع الدوري. النهاردة إن شاء الله هنكون في ختام وفي تتويج لفريق 2003، فريق مميز بقيادة الكابتن محمد شرف. لكن في بداية الاستوديو التحليلي برحب بضيوفي، ضيوف التحليل، نجم الأهلي الكبير المتألق دائما الكابتن محمد حشيش. تحياتي ليك يا كابتن حشيش. أهلا وأستاذ، إزيك عامل إيه؟ كله زي الفل. تمام الحمد لله. مستعد النهاردة؟ يا رب، كالعادة. إن شاء الله بإذن إن شاء الله. ايضا محلل قناه الاهلي المتميز دائما دكتور احمد ثابت. تحياتي ليك يا دكتور احمد. تحياتي لحضرتك كابتن اسامه، وتحياتي لحضرتك كابتن محمد، وان شاء الله كده يبقى يوم حلو على النادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله. قبل ما ابتدي بس للسؤال التحليلي، كتير بيجي لنا رسائل جماهير النادي الاهلي بتقول لنا دكتور احمد ثابت دكتور في التحليل ولا دكتور ايه، فقلت بقى معانا هو بنفسه هو اللي يرد بقى في الاثنين. الاثنين طبعا دكتور عينيه مركزه، ودكتور يعني ومحلل اداء، يعني محلل اداء بتشتغل في الاعلام من يمكن من 2013 في التحليل ده، من 2003 بقى لي 10 سنين تقريبا. لكن دكتور بشري. دكتور بشري عينيه مركزه. تمام. قبل ما اروح لضيوفي ونتكلم بقى باستفاضه عن الموسم الجميل اللي عامله قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وعندنا تتويجات وعندنا لعيبه تالقت، لكن في بدايه الامر بنقدم خالص المواساه والتعازي لجماهير الكره المغربيه، وايضا لمجلس اداره نادي الرجاء المغربي وجماهير نادي الرجاء المغربي في وفاه المشجعه نور اللي وفاتها المنيه بالامس في ملعب مركب محمد الخامس قبل انطلاق مباراه الاهلي امام الرجاء في دوري ابطال افريقيا بالامس. وفاتها المنيه المشجعه نور. كل التعازي للشعب المغربي، كل التعازي للجماهير المغربية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كابتن حشيش، قبل ما نروح لمباراة اليوم الأهلي أمام زد والجولة الختامية، كان في حدث مهم امبارح، مباراة الأهلي أمام الرجاء، تعادل سلبي لكن محصلة الماتشين صعود النادي الأهلي للدور قبل النهائي للمرة الرابعة على التوالي والمرة 19 في تاريخ النادي الأهلي. طبعا مبروك للنادي الاهلي وكل ما ينتمي للنادي الاهلي. كالعاده النادي الاهلي بيفرحنا دايما، يعني امبارح الحقيقه الواحد كان فخور بفريق النادي الاهلي. اداره قويه جدا جدا لكولر المباراه، يعني هو انا بعتبره نجم المباراه امبارح. كولر الحقيقه يعني عامل تشكيل كويس قوي وطريقه، وقدر فعلا انه يمتص حماس فريق الرجاء من البدايه، ولعب بتكتيك وملى الحياه نص الملعب زي ما اتكلمنا قبل المباراه. عجبني في لعيبه النادي الاهلي كمان امبارح الثقه، يعني حتى تحت الضغط القوي في اول 10 دقائق ربع ساعه من فريق الرجاء، انما هو بينقل كوره واللعيبه ما بتشتتش وبتلعب كوره على الارض وقريبين من بعض. الحقيقه كان مباراه كويسه جدا جدا، قدرنا نطلع بيها بر الامان ونصعد الحمد لله للدور قبل النهائي، وان شاء الله يعني خطوه للبطوله ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور احمد ثابت، شفت المباراه ازاي؟ كانت مباراه صعبه، جماهير الرجاء جماهير قويه على ملعبها، امبارح كان في رتم عالي في المباراه، لكن لاعبي النادي الاهلي امبارح كانوا رجاله. كولر ادار المباراه بتشكيل كان الانسب، وايضا تغييرات افادت وفادت الفرقه اثناء مجريات المباراه. شفت المباراه ازاي وازاي صعود النادي الاهلي ايضا للدور قبل النهائي؟ في البدايه طبعا الف مبروك للنادي الاهلي، التاهل للمره 19 في تاريخه، وده صاحب الرقم القياسي في التاهل لنص نهائي دوري ابطال افريقيا. دي المره الرابعه على التوالي ان النادي الاهلي بيتاهل فيها لنص نهائي دوري ابطال افريقيا. بالتاكيد مكسب مهم جدا وفوز صعب، ملعب صعب، يعني بطولات دوري ابطال افريقيا دي ملعب محمد الخامس ده من اصعب الملاعب في افريقيا. حقيقي. والجماهير اللي هناك جماهير متحمسه وقويه جدا، طبعا جماهير محترمه جدا ولكن قويه جدا. واحده من الجماهير القويه ان انت تخرج من الملعب دوت، كمان فرقه الرجاء كانت اقوى خط هجوم في دور المجموعات، جايبين 17 جون، محققين اعلى نقاط، ده كان رقم قياسي ان هم فرقه تجيب 16 نقطه حتى لو مجموعتهم ضعيفه او في بعض الفرق ضعيفه، ولكن
الرجاء فريق محترم على ملعبه، ان الفرقه تخرج وسط الجمهور ده كله ان هم يستحملوا الضغط الجماهيري وتخرج 0-0 وكمان ما يعملوش غير محاولتين بس صح على المرمى، ده بيأكد حاجه ان مارسيل كولر عنوان المباراه دي استفاد من الهزيمه من مباراه سان داونز، وانا بشوفها ان هي نقطه التحول في الموسم. كنت دايما بشوف ان الهجوم يخليك تكسب ماتشات، الهجوم الكويس، لكن الدفاع الكويس يخليك تكسب بطولات. وكولر اتعلم الدرس من مباراه سان داونز، بدا خلاص يبقى واقعي. عجبني في كولر في الثمان مباريات الاخيره، اخر ثمان ماتشات احنا سبع مباريات شباك نظيفه. ده دليل ايه؟ دليل ان الراجل خلاص لقى التوليفه الكويسه، الفرقه اللي بتتطور وفرقه اللي عندها شخصيه البطل دي اللي ان شاء الله راح على اللقب، اللي هي الفريق اللي بيتطور. مش شرط ان انت صاعد تاني ان انت اصل سان داونز فرقه، طبعا سان داونز فريق قوي، بس مش شرط الفرقه القويه هي اللي تاخد البطوله. الحسابات كمان مختلفه في الدور اللي بعد كده غير دور المجموعات. طبعا اخر 8 ماتشات يا كابتن اسامه انت كسبت 7، اتعادلت 1، ما خسرتش ولا مباراه، شباك نظيفه 7 مباريات من 8، جبت 19 جون يعني بمعدل 2.3 هدف في الماتش الواحد، استقبلت هدف واحد اللي كان في مباراه بيراميدز في نهائي كاس مصر. فده دليل على ايه؟ التطور. في برضو بعض المميزات، وجود مروان عطيه في المركز 6، يمكن خلاص مارسيل كولر مثبت 4-1-4-1، بوجود واحد زي مروان عطيه ده انا بشوفه دلوقتي احسن خط وسط في مصر بصراحه، مكسب كبير لمنتخب مصر. حمدي فتحي والدور اللي بيقدمه واللاعب المقاتل، الصور اللي معانا دلوقتي دي صور وصول بعثه النادي الاهلي من المغرب صباح اليوم، وحمدي فتحي في وسط الملعب والدور اللي بيقدمه هايل، الثلاثه الارتكاز. محمد عبد المنعم، انا طبعا كابتن محمد واحد من المدافعين العظام، ان المدافع ان انت تشوفه تتمتع بيه. انت احنا دايما بنستمتع بالجناح، بنستمتع بالمهاجم، بنستمتع بصنع بالالعاب بالترقيصه، لكن انت تتفرج على مدافع تستمتع بيه ده تلاقيه في محمد عبد المنعم. ياسر ابراهيم رجوله، هي دي اللي انا عايز اقولها يا احمد. ياسر ابراهيم يعني تحيه خاصه، صح، جاي من بعد شويه بقى له فتره عن المباريات. تاني كابتن حشيش وسيبك تكمل، دي صور يعني لحظه وصول بعثه النادي الاهلي صباح اليوم، يعني قادمه من المغرب للقاهره، واللعيبه هتريح النهارده علشان يعني بكره او بعده هتلاقي اللعيبه مسافره الامارات علشان مباراه السوبر. كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي ان شاء الله. اتفضل. زي ما قلت، ياسر ابراهيم بقاله فتره مش موجود في التشكيله الاساسيه، بيبدا مباراه صعبه زي دي حماسيه في اجواء جماهيريه كبيره مع خصم متحفز ليك، بيبقى دايما المباريات اللي بره كمان يا احمد بيبقى عليها العبء الاكبر بالنسبه للمدافعين، بيبقى عليهم العبء الاكبر. هو كان ثابت وقمه في القتاليه والرجوله يعني بصراحه، ولا غلطه اخذ رجل المباراه، ولا غلطه يعني، فكان هايل. وكمان بحيي كولر ان هو فكر في ياسر، الماتش ده بتاع ياسر، لان في عبء كبير على المدافعين وعايزه برضو التحامات قويه والكور العاليه والكلام ده، فكون ان هو يحط ياسر ابراهيم دي برضو لمسه فنيه منه الحقيقه. في نقطه كمان معلش، محمد هاني، محمد هاني لازم ياخد حقه في الفتره دي. صحيح، محمد هاني بيقدم اداء في الفتره الاخيره، كمان امبارح تحس ان باك يمين عنده خبرات كبيره، يروح على الاوت، يعرف يضيع وقت امتى، امتى استفز الخصم، امتى اضيع الوقت، امتى اعمل التغطيه العكسيه، امتى تقدم. محمد هاني يستحق التحيه في الفتره الاخيره على الاداء اللي بيقدمه. من هنا اسامه برضو معلش يعني، عشان لازم، المباراه امبارح كانت مباراه جميله بالنسبه للنادي الاهلي، فانا عايز اقول اللي كان اهم حاجه في المباراه دي، انا قلت قبل المباراه دي، اللي هو التجهيز النفسي للعيبه، لان التركيز طوال غير عادي متأثر من اول حتى دقيقه، حتى بركله الجزاء لما جت يعني، صح من صح. اول دقيقه اللعيبه واثقه في نفسها، واثقه في امكانياتها، واثقه في خبراتها. بينقلوا الكوره، صعب قوي ان انت في اول ربع ساعه مع الضغط والجمهور والكلام ده، انت كلاعب في الملعب لو ما عندكش خبرات هتبتدي يعني حته الباصه دي هتبقى صعب بالنسبه لك، هتطفش الكوره، هتلعب كور طويله، انما لا، في وسط الضغط ده وانت بتنقل واستحوذ وبتنقل، دي كان دي ثقه وتركيز من اللعيبه، وعندهم هدف معين، استنزاف الوقت بالاستحواذ والضغط، اربك فعلا للفريق اللي قدامه يعني. تمام، هنقفل الملف الافريقي وخلاص. انت بعد ايام اللعيبه جت النهارده، هتريح النهارده، هتسافر بكره الامارات، عندك مباراه مهمه جدا امام فريق محترم نادي الزمالك، وبطوله خاصه بطوله السوبر. دكتور ثابت، عندك مباراه بعد كام يوم، مباراه 90 دقيقه ببطوله ثانيه، النادي الاهلي دي البطولة الثالثة اللي بيسعى ليها في بداية الموسم أو في الموسم دلوقتي، خدت بطولة السوبر أمام الزمالك، خدت بطولة الكاس أمام بيراميدز، دي البطولة الثالثة. شايف المباراة أيضا
ازاي المباراه القادمه يوم الجمعه الاهلي والزمالك في السوبر المصري؟ هو النادي الاهلي هي خلاص يعني يعتبر حصل على التورته، بس حته الكريزه بقى اللي هي اللي فوق التورته دي ماتش السوبر الجاي. احنا نتمنى ان احنا ناخد السوبر ده عشان كمان يبقى انت حققت الهدف بتاعك كله بقى. يبقى انت وصلت ان شاء الله تاخد افريقيا وعندك الدوري باذن الله، والسوبر تبقى واخد بطولتين سوبر من نادي الزمالك، ويبقى موسم صفري تماما لنادي الزمالك في كل استثنائي للنادي الاهلي. استثنائي للنادي الاهلي وموسم صفري لنادي الزمالك، اعتقد ان هي مباراه. ولكن خلينا بس نوجه برضو رساله ان نادي الزمالك حتى لو بيمر بفتره سيئه ده مش معناه ان في ماتش السوبر ان ماتش سهل. لا ماتش اكيد ماتش الزمالك، لان ده مباراه من 90 دقيقه. اي فرقه حتى لو اضعف من الفريق الثاني ممكن يقدر يقفل المساحات بشكل كويس ويلعب جيم دفاعي ويخطف من ضربه ثابته، يخطف من هجمه مرتده، يخطف. اكيد دي مباريات بتلعب على تفاصيل صغيره، خاصه كمان ان الزمالك مريح بقاله في فتره الجدول يعني مريحينه بشكل كبير جدا، ويجوا بس يضغطوا النادي الاهلي. يعني الغريب قوي كمان في مباراه الرجاء المباراه الجايه هاجلها دلوقتي هاجلها عشان يعني هنديها وقتها. الزمالك مريح، انت جاي من سفر امبارح الحد، النهارده الحد، عندك لغايه يوم في سفر لغايه يوم الجمعه، واللعيبه امبارح الماتش ده ب 180 دقيقه مش ب 90 دقيقه ماتش امبارح ده والمجهود البدني اللي فيه، فانت محتاج استشفى بشكل كويس، وان شاء الله كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي ان هي تعمل حاجه. مباراه الاهلي والزمالك مباراه خاصه كابتن حسين. مباراه خاصه طبعا، وفي حد ذاتها بطوله. يعني حتى لو في اثناء الدوري بتلعب في الدور اولاني ولا دور ثاني مش معتمده او يعني على نتيجه مش مترتب عليها حاجه، انما هي بطوله خاصه، فما بالك بقى ان هي مباراه ببطوله تحسب ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي. دي معانا اللقطات يعني تتويج النادي الاهلي بالسوبر اللي كان الاول في بدايه الموسم، وبرونو سافيو الهدف الاول، وكان كريم فؤاد ربنا رجعه بالسلامه كان احرز الهدف الثاني، وكانت المباراه ايضا مقامه في الامارات، اعلى تنظيم. صحيح. اعلى التزام جماهيري، وطبعا كعاده جمهور النادي الاهلي يعني دايما مالي استاد. نتمنى طبعا ان شاء الله المنظر ده يتكرر تاني باذن الله. مباراه قويه للنادي الاهلي. انا عارف النادي الاهلي طبعا يعني بغض النظر عن الاجهاد اللي هيبقى موجود، طبعا الحمل القوي بتاع امبارح اللي هو الحمل العصبي في المقام الاول اللي هو بيأثر على البدني، اللياقه البدنيه والسفر القاهره والامارات وكده، انما النادي الاهلي بيتغلب على الكلام ده ان شاء الله باذن الله بالقوه والحماس وروح طبعا الفانيلا الحمراء، يجيب لنا بطوله، وبطوله تبقى ان شاء الله غاليه الضيف لبطولات النادي الاهلي عموما في تاريخ النادي الاهلي، وخصوصا السنه دي اللي هي الحمد لله مليانه بطولات يعني ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور ثابت، هترجع من الامارات مباراة 5-5 أمام الزمالك، الرابطة حاطة لك مباراة يوم 9، عندك مباراة الترجي المباراة المهمة في الدور قبل النهائي يوم 12 أو 13 لم يتحدد الميعاد، ممكن تتلعب 12، إزاي تلعب 9 أمام حرس الحدود وسافر 10 عشان ألعب 12 قدام الترجي؟ ده اللي احنا بنوجهه هنا للرابطه واتحاد الكوره دايما. حتى الكابتن عماد متعب كان ليه تصريح قال الرابطه ده وقت ما كان يوم ماتش سان داونز، ادي التصريح اهو، الرابطه وضحت من بدايه الموسم ان التاجيلات في الادوار الاقصائيه وليس دور المجموعات. طب انت دلوقتي فين؟ في نص نهائي دوري ابطال افريقيا. لما ماتش حرس الحدود هيبقى يوم الثلاث، ماتش الترجي الجمعه يا السبت في رادس في تونس، السفر اللي يخليني العب الثلاث بالليل وبعدين اسافر يا الثلاث بالليل يا اما الاربع عشان العب في تونس نص نهائي دوري ابطال افريقيا يا جماعه، اسمه النادي الاهلي المصري اللي بيلعب باسم مصر، واللائحه بتقول ان طالما الفريق بيلعب في الادوار الاقصائيه لازم ياخد راحه من 5 لـ6 أيام اقل حاجه. ده على طول، ده قبل كده اللائحه دي كمان ابتدعوها لما كان نادي الزمالك بيلعب في الكونفدراليه كنا بنشوف اسابيع راحات، والله كان بياخدوا اسبوع قبلها. ما بالك في النادي الاهلي اللي بيلعب في نص نهائي دوري ابطال افريقيا، هيروح يلاعب الترجي في رادس، رساله ان لازم يا جماعه يتم. هتقول لي اصل الدوري مش هيخلص في ميعاده، اجله اسبوع، ايه المشكله؟ لو شفنا يعني اللي حصل مباراه يعني سان داونز وتلعب مباراه المقاولين قبلها وبتسافر 48 ساعه عشان تلعب مباراه صعبه، شفنا كمان المباراه الاولى امام الرجاء وانت بتلعب قدام فاركو وبعدها قدام سموحه في اسكندريه وبترجع بعدها بثلاث ايام بتلعب قدام الرجاء وكان في اجهاد بدني على اللعيب، لما اللعيبه خدت وقت كافي شفنا كميات طبعًا الجري الكبيره طبعًا في المباراه طبعًا بالامس امام الرجاء. بص يا اسامه، انا ما اعتقدش ان الرابطه
يعني هتتاخر في حاجه زي دي، لان دي حاجه منه. وبعدين عايز اقول الحاج عامر حسين، الاستاذ احمد دياب، الكابتن الاهلي يا جماعه، كلهم شخصيات محترمه جدا، لكن النهارده برضو يعني الاسم النادي الاهلي، النادي الاهلي مش شاذ في الموضوع دوت. الاتحادات الاخرى في البلاد الاخرى اللي هي مشاركه في البطولات الافريقيه في ظروف زي دي بتتاجل عادي جدا جدا للفرق، سواء في تونس او في فرق تانية او في المغرب او بيأجلوا حتى في افريقيا ده بيأجلوا للفرق بتاعتهم. فاحنا حاجه زي دي حاجه بتلعب باسم مصر، النادي الاهلي في ادوار خلاص، يعني انت عارف مش في البدايات هنقول لسه اللعيبه مرتاحه، انت بتتكلم على اجهاد كبير وسفر، وبعدين ما ينفعش ده حتى لو المباراه داخل مصر برضه هيبقى الفتره قليله، فما بالك ان سفر وتونس سفريه طويله، مش نص ساعه ولا ساعه ولا كلام من ده، تتكلم على 3 ساعات ونص ولا 4 الا يعني. فقصه صعبه، وانت جاي من اجهاد كبير ورايح على ماتش صعب مع فرقه قويه عندها تاريخ وعندها جمهور كبير، فاعتقد يعني ان الرابطه ان شاء الله باذن الله تاجل المباراه دي ان شاء الله. الاستاذ احمد دياب، الحاج عامر حسين، الكابتن عماد متعب، كل اعضاء الرابطه ناس كلها محترمه، وان شاء الله يكون في تعاون، والهدف كله في الاخر المصلحه يعني للكره المصريه مش للنادي الاهلي بس. يعني لما يتقال اسم النادي الاهلي المصري اخذ بطوله افريقيا، فاكيد النجاح لكل منظومة وكل القائمين على العمل في الكرة المصرية. دكتور أحمد ثابت، الموسم الحالي اللي فيه النادي الأهلي بيشهد نجاحات كبيرة، مش نجاحات على مستوى الكرة بس، يعني الحمد لله خدنا بطولة السوبر، خدنا بطولة الكاس، عندك بطولة قادمة من الجمعة نتمنى بإذن الله التوفيق للاعبي النادي الأهلي، بطولة أفريقيا الدوري، ويكون موسم استثنائي أيضا كمان على مستوى قطاع الناشئين. النادي الأهلي بحقق نجاحات مبهرة وبحقق بطولات في دوري الجمهورية ايضا كمان في العاب الصالات، النادي الاهلي محتكر بنسبه 90% كل البطولات. شايف النجاح الكبير والموسم الحلو الاستثنائي ده ازاي بالنسبه للنادي الاهلي السنه دي؟ الاهلي محتل العاب الصالات السنه دي، محتل في كل البطولات. يعني انت يد، كانت اليد كانوا بيقولوا ان دي اللعبه الشعبيه الاولى في الزمالك، واللعبه اللي هي يعني في البطولات. نادي الاهلي من السنه دي اخذ دوري وكاس في اليد رجال وسيدات، فده تطور ملحوظ جدا. جمع الثنائيه في الدوري والكاس في كره اليد. كرة الطايرة أنا بالنسبة لي بطولة كان ليها مزاج مختلف جدا وليها معاني كبيرة، بطولة السيدات في دور الطايرة، فتيات الذهب، لأن أنت دلوقتي كان دايما كنت تسمع مقولة الناس اللي هي مش بتحب النادي الأهلي قوي يقول لك إيه، أصل الأهلي بيخطف اللعيبة، أصل الأهلي مش عارف، مش دايما كنت تسمع كده يقول لك أصل الأهلي بيخطف لعيبة الإسماعيلي أصلا. طب يا جماعة، طب ما النادي الأهلي في 4 فتيات من الطايرة، نادي الزمالك أغراهم بالفلوس يعني وراحوا هناك، انتقلوا للنادي الزمالك والنادي الاهلي اخذوا البطوله. يعني النادي الاهلي معنى الكلام يعني الاهلي ما بيقفش على حد. كابتن محمود الخطيب ليه مقوله شهيره، قال لك انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم. فدي رسائل مش في القدم بس، يعني مش عبد الله السعيد، مش رمضان، لا مش اللعيبه اللي هي في القدم بس، لا ده في الطايره هتشوف مبدا من مبادئ اللي والله ما في حد بيبيع النادي الاهلي وبيكسب. دي ملحوظه في اخر 3 سنين بنت قدام الناس كده، ان مفيش حد ابدا بيبيع النادي الاهلي وبيكسب، مستحيل مهما كانت المغريات ومهما انت حسبتها من فلوس، هتكسب فلوس بس هتخسر قدام الفلوس دي. النادي الاهلي كمان بيدي احسن فلوس، يعني بيدي سواء على جميع اللعبات، بس انت لو حسبتها على مستوى الجميع المستويات اللي بيبيع النادي الاهلي دايما بيخسر. كمان كره السله، انت بتلعب دلوقتي بطوله افريقيا، خدت كاس مصر مع جوستي بوش، لسه في الدوري لسه مستمر، السيدات خدت كاس مصر بالفوز على الجزيره ووصلت نص نهائي دوري السوبر، فالعاب الصالات فيها طفره هائله يستحق التحيه مجلس اداره النادي الاهلي عليها، اللي هو بيقدم في العاب الصالات اللي هو الاهتمام بكل الالعاب دي والمصاريف الماديه الموجوده دي مش في القدم بس. النهارده كمان يا كابتن حشيش قبل ما اروح لك، عندنا مباراه النهارده مهمه جدا، رجال الطايره كل التوفيق ليهم النهارده ان شاء الله في بطوله الكاس، المباراه الثالثه الفاصله، كل التوفيق ليهم. المباراه هتكون الساعه 9 ان شاء الله، هتكون مذاعه على قناه النادي الاهلي، تابعونا ودايما هتلاقوا الجديد عندنا على قناه النادي الاهلي. كابتن حشيش، النجاحات الكبيره اكيد منظومه كامله، بتبتدي من جمهور النادي الاهلي المؤازر في كل وقت وفي كل الملاعب، صحيح. مجلس اداره دايما مساند ومدعم ودايما موفر كل الاحتياجات لكل الفرق. عايز اقول لاحمد كمان ان مش السنه دي بس موضوع كره الصالات، لا من السنه اللي فاتت واللي قبلها طول عمر النادي الاهلي، السنه اللي فاتت السله محتكر الخمس بطولات بالظبط، يعني صح. من السنه اللي فاتت واللي قبلها طول عمر النادي الاهلي كده، بس السنه دي بقى ايه في كل جداره يعني عارف ازاي، بتحس ان بجداره، مفيش
يعني نسبه بينك وبين واليد اللي بعده يعني في كل البطولات، مش مثلا وفي كل الالعاب مش لعبه واحده. فالنادي الاهلي الحقيقه يعني مفرحنا سواء في كره القدم او في الالعاب الاخرى، تبقى قاعد بتتشرف ان انت كده اول ما تشوف اللون الاحمر كده بتحس ان انت مبسوط وفرحان. وبعدين عايز اقول النجاحات الكبيره دي عمرها ما بتيجي من فراغ. اي نجاح في الدنيا في اي مجال بيبقى وراه اداره قويه، اداره فاهمه كمان وهي مهمه قوي، واداره رياضيه. لا يعني حاجه تانية اداره مش متفرغه للبرامج والكلام والرغي خالص، متفرغه للعمل. ناس بتشتغل عشان كده بيكون في نجاح، لا تتكلم لا تشتغل، هم اختاروا العمل والشغل. أيه. عشان كده الحمد لله في توفيق وفي نجاح وبيستنوا النتائج. والحقيقه ما بيبخلوش كمان، لان برضو اما تبقى مركز على لعبه واحده غير اما تبقى تركيزك مع كل الالعاب دي بتفرق جدا. تكاليف كبيرة جدا بيوفرها النادي الأهلي من خلال بقى التسويق، يعني إدارات يا أسامة مختلفة بتقدر إن هي تشتغل، مفيش إدارة واحدة بس اللي شغالة أو مجلس الإدارة، لا معاهم إدارات، إدارة التسويق وأشخاص وملفات كتيرة شغال فيها توصل للنجاح ده. تمام دكتور أحمد، نروح بقى لمباراة اليوم النهاردة، الأهلي أمام زد في الجولة الأخيرة في دوري 2003. النادي الأهلي حسم البطولة في الجولة السابقة أمام الزمالك، قدر يفوز على الزمالك في ملعب ميت عقبة 2-1، ودي الجولة الختامية، الجولة إن شاء الله يكون فيها التتويج. شفت إزاي بطولة دوري 2003؟ دوري قوي، يعني قدر النادي الأهلي بقيادة كابتن محمد شرف وكل الجهاز الفني قدر يحسم البطولة الصعبة دي. بطولة 2003 بطولة صعبة جدا، النادي الأهلي ماشي بشكل كويس. النادي الأهلي أخذ الفردي السنة دي، يعني أخذ الدورات الفردية، خد 2003 و2005 و2007، ثلاث بطولات من ستة في الدوري الناشئين، 50% من البطولات النادي الأهلي واخدها. فدي حاجة تحسب طبعا أولا لقطاع الناشئين في النادي الأهلي. الحاجة الثانية، النادي الأهلي قابل نادي الزمالك في جميع قطاعات الناشئين، إحصائية مجهزة فريق الإعداد، 13 مباراة. ال 13 مباراة النادي الأهلي كسبهم، كسب نادي الزمالك 10 منهم، خمسة في ملعب نادي الزمالك في ميت عقبة. يعني النادي الأهلي لاعب الزمالك في قطاعات الناشئين كلها 13 مباراة، كسب 10 منهم خمسة في ميت عقبة، والزمالك كسب ماتشين بس وتعادل ماتش. ال 2001 كسبنا 2-1، ال 2003 1-0 و2-1، ال 2005 1-0 و2-1، ال 2006 2-0 و5-2 اللي هي المباراة كانت اللي من يومين، 2007 2-1 و2-1، 2008 2-1 و1-1. يا ريت يا شباب لو عندنا في الاعداد الكلام ده نعرض الكلام اللي بيقوله الدكتور احمد ثابت، كلام مهم وبيبين تفوق النادي الاهلي على الزمالك في البطوله الخاصه اللي دايما بتكون موجوده ما بين اللاعبين في قطاعات الناشئين. فعدد كبير يعني بيفوز النادي الاهلي زي ما الدكتور احمد ثابت قال ب 10، اتلعب 13 مباراه، النادي الاهلي فاز في 10، الزمالك فاز في 2 وتعادل في مباراه واحده، فده رقم يحسب لكل القائمين والعاملين في القطاع الناشئين بالنادي الاهلي. تمام، برضو احنا هنا في قطاعات الناشئين انت مش شرط يعني الفوز على الزمالك دي بطوله خاصه، ان انت تاخد الدوري دي حاجه مهمه، عشان برضو بتعلم الناشئ الصغر اللي طالع ان هو ياخد الدوري من صغره، ولكن برضو مهم ان احنا نكسب بعض اللاعبين، ان انت تصعدهم للفريق الاول، ده الهدف الاساسي، وده اللي احنا برضو مجهزينه النهارده ان احنا هنستعرضه كتشكيله للموسم القطاع، لان احنا انت في قطاع الناشئين ناس تقول لك طب ما انت بطولات التصعيد اللعيبه، هنصعد لعيبه، في لعيبه كتير، مثلا ابسط مثال محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم ده احسن مدافع في مصر طالع من قطاع الناشئين، في لعيبه كتير في القطاع هنتكلم عليهم النهارده، مصطفى شوبير واحمد عبد القادر ومحمد اشرف واحمد نبيل كوكا اللي نزل وشارك امبارح، في لعيبه كتير طبعًا. بس تحديدا بطوله 2003 النادي الاهلي هو لعب 27 مباراه، كسب 17، اتعادل 7، خسر 3، سجل 53 هدف وعليه 20 جون. النادي الاهلي هو الاكثر انتصار، 17 فوز، الاقوى هجوم 53 هدف، الاقوى دفاع مستقبل 20 هدف بس، متصدر او حصل على بطوله الدوري برصيد 58 نقطه، نادي سموحه في المركز الثاني 52، نادي زد اللي احنا هنقابله النهارده في المركز الثالث برصيد 49 نقطه، نادي الزمالك في المركز السادس برصيد 45 نقطه. اهو الترتيب قدامنا على الشاشه، معانا ترتيب دوري الجمهوريه مواليد 2003 زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم، والنادي الاهلي في الصداره، اهو الاهلي وسموحه معايا معانا
اتفضل اتفضل يا دكتور. الاهلي الاول طبعا اهو 58 نقطه، سموحه زد المصري المركز الرابع، الاسماعيلي المركز الخامس، الزمالك السادس، انبي سيراميكا، المقاولين، الاتحاد السكندري. اللي عايز اقوله ان فرقه 2003 دي حصل حاجات كويسه قوي في الفتره الاخيره، في الاخر خمس ست ماتشات اتصعد بعض اللاعبين من 2005. يعني بعض اللاعبين من 2005 الممتازين بعد ما خلصوا الدوري، مين هم اللعيبه اللي اتصعدت برضو؟ انت عندك اتصعد محمد رأفت، ومحمد رأفت ده كده نعمل عليه دايره لان هو نجم واحد من نجوم الموسم. انا ما كنتش متوقع ان هو هيعمل كده، بس بصراحه فاجئني بادائه. محمد رأفت يستحق التحيه على الاداء ده لانه تالق مع 2005. السنه دي جايب 6 جوان محمد رأفت، اهو الارقام بتاعته بالظبط، اقول لحضرتك ارقامه. محمد رأفت مسجل 7 تجوان وصانع 5 مع فريق 2005، ولما طلع فريق 2003 بقى هداف الفرقه 6 جوان. يعني انت بتتكلم في لاعب مسجل هداف فرقه 2005 او ثاني هداف فرقه 2005، ولما طلع مع 2003 هو هداف الفرقه. محمد زعلوك المهاجم اللي احنا جبناه من وادي دجله، محمد عبد الله، واحمد خالد كباكا ده برده هنعمل عليه دايره كده من اللعيبه الممتازه اللي هو من جاي من 2005، ومعتز محمد وعبد الله بوستانجي وحازم جمال، دول لعيبه تصعدت مع الفرقه الموجوده فقدر ان يعمل توليفه. بقينا شايفين فرقه 2003 خليط ما بين 2003 و2005، فريق ممتاز. عشان كده انا شايف النادي الاهلي في المباراه الاخيره، حتى تحديدا في الماتش الاخير كسبوا نادي الزمالك ميدو اسامه، ميدو اسامه واحد من نجوم الموسم، واحمد خالد كباك. طيب عايزين نروح برضو نشوف يعني محللنا الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت عاملين فقره جميله معانا، مختارين احلى الاهداف في الموسم الحالي وجايبين لكل فرق قطاع الناشئين بالنادي الاهلي احلى الاهداف، وكانت دي وجهه نظرهم احلى الاهداف. طب تعالوا نشوف، جاهز معانا الاهداف يا شباب؟ طيب تعالوا نشوف. على بال ما تجهز يا اسامه عايز اقول بس كلمه برضه، لازم ادي خالد بيبو حقه كقطاع الناشئين بصراحه. يعني كان في تشكيك كتير من فتره في خالد، انما خالد يعني ادي ثمار الفتره اللي هو قاعد فيها. بتكلم على اهم بطولات 3 و5 و7 اللي هي احمد دي الاعمار بتاع المنتخبات، كمان منتخبات مصر اللي هي الفردي، فتفوق كبير جدا جدا. وطبعا لو شفنا 2005 بالتحديد كمان في جداره في الصداره، يعني بالفرق كبير 71 بونت ال 54 المركز الثاني، فدي بجداره كمان. الحقيقه اللعيبه اللي انت بتقولها من شويه احمد، اللعيبه حوالي انا شايفهم 32 لعيب في تشكيله من تشكيله القطاع كلها، اللي ان شاء الله باذن الله هم دول الواعدين اللي ان شاء الله يطلعوا درجه اولى، لعيبه على مستوى عالي. فهو ده الغرض الاساسي من قطاع الناشئين قبل البطولات، هي اللعيبه اللي تطلع الدرجه الاولى، دي اهم كمان من البطولات. فما بالك بقى ما يبقى في لعيبه وفي بطولات كمان. لا والنغمه كمان يا كابتن حشيش كانت بتصدر ان الاهلي ما بيطلعش، لا يعني احنا النهارده احنا بنتكلم، ما تقول مصطفى شوبير، حمزه علاء موجود في الدرجه الاولى، مصطفى مخلوف، حارس مرمى موجود في الدرجه، محمد عبد المنعم، احمد عبد القادر، احمد نبيل كوكا، محمد اشرف، ما دي كلها لعيبه وخدت فرص ولعبت وتالقت. وتستفيد كمان يا اسامه، انت ممكن تطلع معظم الناس دي اعارات كمان يلعبوا في الدوري الممتاز ويرجع لك مره ثانيه، دي مهمه جدا يعني. طيب نروح نشوف بقى الفقره اجمل الاهداف اللي اختاروها محللينا النهارده، يعني على مدار الموسم، على مدار الموسم احلى الاهداف. نبتدي باول هدف ونعرضه معانا ونشوف بقى الدكتور احمد ثابت ممكن. انا ده بالنسبه لي احلى هدف. بص ارجع بس ثواني ووقف، ارجع ماشي. الكره كانت ارجع من الاول بس ثواني. الكره كانت ضربه مرمى، يعني كانت ضربه ثابته للمحله. اللعيب اللي جاب الجون ده اسمه عبد الرحمن مانو، تذكروا هذا الاسم. واحد من الاجنحه الموهوبه جدا جدا جدا، مواليد 2008. ارجع بس هات الجون من اوله. لا ارجع عايزين الهدف الاول لو سمحتوا، الهدف الاول الجون. الجون بص استلامته للكوره، ده الهدف الاول يا دكتور. بص هنا الحارس طلع مشيها بطيء، هنا بص الاستلامه للكوره دي، الفنت اللي عمله الاستلامه للكوره، قلب المدافع على طول رقصها. خلاص هو السرعه بقى، استلامه والسرعه والمراوغه الناجحه. يعني مهاري وسريع وعند مديك تحول من الدفاع للهجوم، ده اسمه عبد الرحمن مانو. انا بعتبره مسجل السنه دي جايب 16 جون مع فرقه 2008. والهدف ده شبيه لاهداف محمد صلاح في الدوري الانجليزي. صحيح. مجهود عضلي. بس من الناحيه الثانيه بقى. انت بتتكلم على نص ملعب كمان، يعني هو جاي من نص الملعب. وينج. لغايه المرمى. زي ما بنتكلم على عمر سيد معوض في 2006 في عبد الرحمن. طيب الهدف الثاني معانا كابتن حشيش اتفضل. تمام. ده هدف. ده في مباراه الزمالك. حسام عادل. طبعا في فكر. وفي هو لما بترقيصه بشوطه، يعني في فكر كبير من لعيب
صعب في السن ده ان هو يقدر يعمل الثلاث حاجات دي في كره واحده. فبرضه من الاهداف الملعوبه استلام حلو قوي، الدوران دوران يعني استلامه بدوران وشايف كمان المرمى بالظبط وشايفها وخلاص راكنها يعني حاططها في حته، فطبعا يعني هداف يعني. الهدف الثالث مع الدكتور احمد ثابت، حازم عاشور مواليد 2007 ده جايب 10 تجوان السنه دي، جناح بيلعب في فريق تاحه اللي هو 2007. بص الشوطه هو وينج وبيلعب ساعات مهاجم، بص الشوطه والرد، بص قنبله اصلا راحه في المقص، لا وبرجليه الشمال كمان الشمال. هدف عالمي. هو لاعب بيلعب برجل اليمين وبيلعب برجل الاثنين، هو واضح الاثنين زي بعض. لعيب كويس جدا حازم عاشور ده، عندنا في مواليد 2007 واحد من اللعيبه الممتازه. يعني حازم عاشور وتاحه ومصطفى بهجت. ده الهدف الثالث يا كابتن حشيش اللاعب محمد رأفت مواليد 2005 في الاتحاد. ده اللي لسه احمد كان بيتكلم عليه دلوقتي، محمد رأفت. التكمله طبعا يبقى موجود في الحته دي مع الاوفر وطالع وحاططها في ركنها، حاططها وراكب الكوره صح. فطبعا يعني جون برضو جميل وفريق يعني. وفريق 2005 ما شاء الله عندنا يعني عمرو خالد بيبو ويوسف سيد عبد الحفيظ، وعندنا سيف ايمن وكباكا عندنا لعيبه مميزه في فريق 2005، معتز محمد المساك والبوستانجي. هنا الجون ده بقى واحد من المواهب الرهيبه، ده عماد متعب الجديد او كابتن اسامه حسني يعني. كابتن عرف الناس باسمه محمد عبد الفتاح تاحه. تمام، مواليد 2007 ده قنبله اهداف، ده اللي لعب مع الاهلي مواليد 2006. ده اللي لعب في دوره زد واخد، رغم ان هو سنه، ارجع بس ورينا اهداف تاحه. بص الشوطه تاحه ده يعني النادي الاهلي. انا بصراحه شايف ان مصر فيها مشكله في المهاجمين من ساعه الجيل الذهبي، واحنا ما عادش عندنا مهاجم كويس في مصر يمكن غير مصطفى محمد ومحمد شريف تحديدا دلوقتي. فانت في قطاع الناشئين بقعد ادور دايما على المهاجمين تحديدا، المهاجم الهداف اللي تلاقي جايب اهداف كتيره في القطاعات الناشئين بتعرف ان هو مكمل. كان كابتن اسامه حسني، كان كابتن عماد متعب، كان احمد بلال، كان الكباتن دي كلها كانت موجوده، تلاقي ارقامها في الناشئين. بص هنا هدفين. لان تاحه ده موهبه. تاحه ده موهبه، بس انا بقول له محتاج بقى ان انت تقوي نفسك بدنيا، تستمر على هذا الاداء، تكمل تتعلم تحركات المهاجم. امتى اكسر مصيده التسلل، امتى اتحرك تحرك كيرف، امتى اقطع، ده دور المدربين في قطاع الناشئين. ده الهدف الثالث يا كابتن حشيش، او الهدف السادس ميدو اسامه 2003. ده كان في مباراه بتروجيت. طبعا ده ميدو من اللعيبه المحترمه، وكان معاه على فكره في منتخب القاهره اللي سافر اليابان في عصر العالم. طبعا لعيب كويس قوي وراجل يعني زي ما بيقولوا لماح يعني، بياخد اماكن كويسه، ويشوف التصرف بتاعه في الكره دي، هو متوقع انها تتلعب، واخد بص واقف بجنبه عشان يبقى وشه للجون يبقى اسرع من المساكين، وحطها من لمسه واحده. الهدف الاخير معانا دي 2005 بقى، محمد عبد الله ويوسف سيد عبد الحق. محمد عبد الله هنا ده سيف ايمن، اللي هو سيف ايمن عدى وصنع الهدف قوي. حلو قوي، بص ترقيصه وهنا جمله جماعيه وتوغل، ومحمد عبد الله شاطها في الزاويه البعيده برده بقدمه اليسرى، مقدمين موسم هايل 2005. الجون اللي بعد كده بقى جون يوسف سيد عبد الحفيظ ابن الكابتن سيد، واحد من المكاسب السنه دي اللي كان مفاجاه. بص الجون اللي هيجيبه ده شوطه في وسط الملعب، شوطة هايلة حلوة قوي. ده واحدة برضو من واحدة من الأهداف الجميلة اللي جابها يوسف سيد عبد الحفيظ السنة دي، كان شوطة من بره. محتاج لعيبة زي دي يا أحمد، اللعيبة اللي بتجيد التصويب من بره دي تبقى حلول في ماتشات صعبة جدا جدا. فده عنصر كويس إن هو كمان عنده الجرأة وعنده المهارة دي، لأن التصويب ده برضو مهارة يعني المهارات. ده إحماء الفريقين دلوقتي في ملاعب الناشئين في مدينة نصر الأهلي وزد. نروح لفاصل، وبعد الفاصل أرجع مع حضراتكم التحليل الفني مع ضيوف الكرام الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد سيد. أهلا بحضراتكم من جديد. كابتن حشيش، الجهاز الفني للنادي الأهلي كابتن محمد شرف عامل موسم رائع، مدرب رائع، قدر يحصد بطوله 2003، وايضا كل الفرق اللي تولاها قبل كده في قطاع الناشئين النادي الاهلي قدر يحصل مع النادي الاهلي على بطوله الدوري فيها. محمد شرف من وتم تصعيده قبل كده للدرجه الاولى. طبعا شرف من المدربين المحترمين، ابن من ابناء النادي الاهلي، شفناه متميز في كذا مكان، حتى لما طلع الدرجه الاولى يمسك 2001 يمسك 2003، متميز بقى له فتره كبيره جدا في القطاع، عنده خبرات، له تجربه كمان بره في حرس الحدود، ورجع هادي طبعا في اسلوبه وتعاملاته مع طبعا اللاعبين، شايفين نتائجه طبعا على مستوى عالي.
اعتقد يعني شرف مميز ومن النوع اللي بيهتم كمان بالالتقاء بالمستوى اللعيبه على المستوى الفردي غير الجماعي يعني. اتمنى له النهارده ان شاء الله باذن الله ان هو يعني يكمل بقى الموسم او يتوج طبعا فرحه البطوله او الفوز بالبطوله باداء جيد قدام فرقه زد، وفرقه طبعا فرقه زد من الفرق المحترمه اللي هي طبعا يعني ترتيبها الثالث، عامله برضو يعني مباراه كويسه، مباراه مش سهله ان شاء الله يكون اللعيبه عامله طبعا حسابها على المباراه دي انها طبعا تنزل بثقه وبتنزل بجديه كبيره عشان يفنشوا برضو بمكسب كويس، ما يعتمدوش على انهم يعني كسبانين البطوله، لا هو بيلعب المباراه دي وعايز يقدم عرض كويس يفنش بيه البطوله على ارضه يعني. تمام، هقول برضو الجهاز الفني والاداري لفريق النادي الاهلي، كابتن محمد شرف المدير الفني، كابتن محمود صادق المدرب المساعد، كابتن خالد عثمان مدرب حراس المرمى، محمد راشد مدير اداري، علاء مامون طبيب الفريق، عبد الله سمير مدرب الاحمال، وعبد الحميد حسين مدلك. نروح لملعب المباراه ومعانا زميلنا فاروق صلاح من ارض المباراه. تحياتي ليك يا فاروق، وقول لنا الاجواء ايه، وتحياتي لكابتن خالد بيبو، وتحيات كابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. اتفضل. برحب بيك طبعا كابتننا الكابتن اسامه حسني، وبرحب بضيوفك الكرام كابتن مصر الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من داخل ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر، وقبل انطلاق مباراه الاهلي وفريق زد. الاهلي المتوج على عرش البطوله لهذا الموسم، يعني تتويج لمجهود كبير جدا، مجهود بيبذل من كل فرد. النجاح دايما بيبقى لا ياتي من فراغ، النجاح بيجي بعد ظروف وبعد امور صعبه جدا، لكن دايما بنقول ان النادي الاهلي بيعرف ينتقي ويختار مين يكون موجود في المكان. معانا يعني تقدر تقول الكابتن خالد بيبو او الكابتن خالد علي محمد الامين، وانا دايما بقول الامين، وهو الامين على مستقبل النادي الاهلي. كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن خالد ما بيطلعش يتكلم كتير، دايما بيقول ان العمل بتاعنا داخل الملعب بنرد بالبطولات بالانجازات. ببارك لك على مجهود بوبزل منذ توليك رئاسه قطاع الناشئين في النادي الاهلي، بيكلل بالفوز والتتويج ببطوله 2007 2005 2003 وايضا بطوله زد 2006. مليون مبروك يا كابتن خالد. اهلا بيك يا فاروق، شكرا على المقدمه الجميله دي، ومبروك للشغل كله من مايكل والمديرين الفنيين واللعيبه وكل الاجهزه اشتغلت السنه دي، والحمد لله ربنا بيكرم يعني. هي واضح انها سمه داخل النادي الاهلي او داخل سمه قطاع الناشئين. كابتن خالد بيبو ما بيتكلمش كتير، ما بيطلعش كتير، كابتن وليد سليمان ما بيطلعش يتكلم كتير، الجميع بيركز ان الناتج بتاعنا يكون ملموس للناس، مجهود كبير جدا بيبذل، بنشوف الناتج في الاخر، لكن ناس كتير جدا ما تعرفش المجهود اللي بيبذل على مدار الايام او السنين الماضيه. والله فاروق احنا طبعا يعني اتعودنا ان احنا لازم نشتغل، وهتتكلم كتير مش هتشتغل، فانت ما فيش وقت ان انت تقعد تتكلم وترد على كل واحد وتقعد تشرح لكل واحد الدنيا مش ازاي. انت عندك ناس مسؤولين عنك يعني، مشفع مع الكوره كابتن محمود خطيب، وعلى لجنه التخطيط كابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف وكابتن حسام غالي، انت بتشرح لهم الشغل ماشي ازاي، بنحط الخطوط كلها والدنيا تبقى ماشيه على سيستم. انا يعني انا ما بخترعش شغلي يعني، احنا بنقعد وبنتناقش بنحط خطه للموسم وخطه للمواسم اللي جايه يعني، احنا يعني حاطين خطه لمواسم طويله مع بعض وعارفين احنا رايحين فين. انت طبعا وانت ماشي اكيد شغلك ما بيعجبش ناس كتير، وفي ناس كتير قوي زعلانه، وفي ناس كتير مقموصه، وفي ناس كتير قوي بتبقى عايزه يعني تبوظ اي شغل بيحصل. انت 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 شغلك بتشرحه للجنه وبتاخد عليه موافقه، وانا بنزل انفذ الكلام اللي اتقال جوه الغرفه المغلقه يعني. اللي يهمك بره هو جمهور النادي الاهلي، هو ده اكتر حد يهمك ان انت تتكلم معاه طبعا، والاعلام، لان انت المفروض ان انت تشرح للناس ان انت بتشتغل ازاي وبتفكر في ايه، بس كل حاجه تبقى في وقتها. الشغل في قطاع الناشئين محتاج طبيخ بـ 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 على نار هادية يعني، انت بتطبخ الولاد وبتطبخ الشغل وتطبخ الكلام بنار هاديه، مش الشغل مش يلا طلع خمسه سته نزل، لا الموضوع لازم في سيستم وفي نظام انت بتشتغل عليه عشان تقدر بعد كده يبقى عندك لعيبه زي كوكا امبارح بيلعب في الاجواء دي كلها. بطوله كبيره، بطوله افريقيا، بينزل الوقت اللي بياخده بينزل يثبت نفسه، ما مش انت مش قلقان وهو بيلعب ولا مدير الفني مخضوض زي الماتش اللي قبليه لما كان بيلعب
الزميل طبعا رأفت لما لعب ونزل وجاب هدف. فانت يعني انت الامور كلها بالعقل. انت يا جماعه نادي كبير، نادي بطولات، عشان لعيب ينزل يبقى موجود في وسط ال 100,000 متفرج بتاع الماتش اللي فات سواء في القاهره او بره، ده محتاج وقت ومحتاج صبر يعني. كابتن خالد، من اجمالي 7 بطولات بنتكلم فيهم، النادي الاهلي بيتوج ب4 بطولات، 3 بطولات للجمهوريه وبطوله زد الدوليه، في المقابل ان البطولات اللي انت فقدتها او فقدت الامل فيها انت في المركز الثاني، يعني بتنافس للامل الاخير في الوقت ان انديه واسماء كبيره جدا في قطاعات الناشئين او في الانديه ما قدرتش انها تحقق النص اللي بيحققه النادي الاهلي. والله احنا بص يعني احنا الحمد لله طبعا قدرنا ناخد 3 بطولات، وبطوله زيت طبعا بطوله محترمه جدا ولا تقل عن بطوله الدوري، بطوله صعبه جدا في 4 ايام. انت بتاخد بطوله، بتكسب فرق مدارس مختلفه يعني، ومدارس يعني متفوقه جدا. فاينورد ده من الفرق المقدمه وبتطلع ناشئين محترمين وعندهم فرقه يعني بيصرفوا على قطاع ناشئين عندهم بشكل كويس. البطولات طبعا احنا اخذنا الـ7 والـ5، والـ5 اخذنا مثلا من بدري، والـ7 طبعا كنا بنفس فيها، حتى الـ8 احنا لما كنا ماشيين كويس. ظروف حصلت طبعا في نص الموسم، انت طبعا بتبقى الامور خارجه عن ارادتك فبتضطر ان انت يعني تضحي بحاجه. يعني احنا كان الـ8 كان ماشي كويس والكابتن سامر اعتذر في نص الموسم ومشي، فاضطرينا ان احنا نعمل تغييره ففقدنا 2008 جينا عليهم شويه وانما في الاخر احنا عارفين ان احنا برضو احنا رايحين فين وجايين منين. 2006 برضو ظروفها السنه دي كانت صعبه جدا، احنا قعدنا 3 شهور ونص احنا مش شايفين الوقت بتوعنا، عندك 9 10 لعيبه من اول الموسم انت ما شفتهمش، ما اشتغلوش مع الفرقه ورجعوا من المنتخب بعد فتره طويله جدا، ما يعني كانوا محطمين يعني، خسروا بطوله وكان حلم بالنسبه لهم ان هم رايحين كاس، يعني كان عندهم حاجات كتيره جدا خسروها. فعلى ما لميت الموضوع خد منهم وقت، خسرت نقاط، وانت برضو ماشي في المركز الثاني طبعا. بارك زد طبعا عامل فرقه كويسه قوي 2006، وهو كسب البطوله دي بعد برضو مجهود والكلام ده كله. بس ال 2001 انت عارف. عايز اروح لنقطه مهمه جدا، الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي. كتير بعض الناس ممكن يفكر ان التركيز بيبقى على الفريق الاول، لكن انا شايف الصلاحيات اللي بيديها الكابتن محمود الخطيب، يعني انت في وقت ان انا بعمل بنيه تحتيه لقطاع الناشئين، بغير في امور كتير جدا، بدعم قطاع الناشئين ببعض العناصر المميزه في الفرق الاخرى، بحقق معادله صعبه، بصعد لعيبه للفريق الاول في نفس الوقت ان انا بحقق بطولات. اعتقد معادله صعبه جدا يا كابتن خالد، ودور كبير جدا للكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي. بص يعني عايز اقول حاجه، انت بتتكلم ان انت في لعيبه عندك مثلا لعيبه 2001 كوكا ومحمد اشرف وحمزه، 7 8 لعيبه ما انا مش شفتهمش السنه دي، يعني هم موجودين مع الفريق الاول طول الوقت ما لعبوش معانا ولا مباراه، وده حاجه كويسه بالنسبه لنا. اتكلم رأفت خليل يعني هو جه النهارده ما كانش موجود وكان راجع مصاب، هياخد معانا شويه النهارده. فالتنسيق بينه وبين الفريق الاول هو تنسيق مرسوم ومحسوب، يعني محسوب بالورقه والقلم، مش صدفه يعني، ما فيش حاجه بتحصل احنا مشغلين عليها اللي هي صحينا من النوم لقيناها مفاجاه فاحنا بنتصرف، لا كل حاجه مترتبه، كل حاجه محطوط لها ميعاد وتوقيت، وفي الوقت المناسب هتلاقي كل حاجه يعني ايه على ارض الواقع للناس. يعني طبعا انت اخد مساحه كبيره قوي واخد اهتمام كبير قوي من كابتن خطيب، كل تفصيله، ما انت بتصحى الصبح الساعه 6 تلاقيه موجود في النادي، فانت كابتن لا طبعا مركز في كل حاجه كل تفصيله، يعني عارف كل اللعيبه اللي موجودين، عارف كل حاجه بتحصل جوه القطاع. اول حاجه احنا ما بنخبيش حاجه، احنا كل حاجه المفروض ان هي تبقى موجوده، والجماهير اللي عايز يتفرج يجي، الملعب هو موجود، مدرجات موجوده والملعب مفتوح، ما بنقفلش حاجه على حاجة. اللي عايز بقى يتكلم وهو في البيت وما يشوفش وينتقد من غير ما يبقى شايف على ارض الواقع براحته، انا ما عنديش وقت ان انا ارد عليه حتى. اخيرا اللعيبه اللي ضمت من فريق دجله 2005 موجودين النهارده في فريق 2003، وكانوا سبب من الاسباب اللي دعمت فريق 2003 انه يفوز بالبطوله، اعتقد كان قرار صائب جدا وامر مهم جدا من مجلس الاداره ان اللعيبه دي تنضم لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، اللعيبه اللي انضمت من فريق وادي دجله. بص يا رؤان، بتكلمني في نقطه مهمه جدا، احنا لما بنيجي نجيب لعيب احنا ما بنجيش جايبين لعيب عشان ناخد بيه بطوله. احنا كده اوريدي بناخد البطولات. انا ما بجيبش لعيب عشان اخد بطوله 2005 او اخد بطوله 2003 او باخد لا، انا بجيب لعيب عشان المستقبل، عشان هو ياخد شغل، هو جاي
هو كان في منظومه محترمه وخد الشغل، بس انا الشغل عندي مختلف خالص غير في اي مكان. يعني انا عندي التنافسيه مختلفه وعندي الهدف بتاعي مختلف. فطبعا احنا بنشكرهم، انه يعني بنشكر طبعا اي حد بيجيب من، احنا جبنا من دي وجبنا من انديه كتير لعيبه ولسه هتاخد شغل يعني. فبنشكر طبعا كل الانديه اللي هي بتساعدنا وان هي بتشتغل معانا وان هي بتقدر ان هي تشتغل على الاولاد بتوعهم لغايه مرحله. بس في مرحله ثانيه هي بتبقى النادي الاهلي، فده مرحله النادي الاهلي انت بتاخد الولاد ده بتحطهم من مكان لمكان تاني ومن شغل لشغل تاني ومن تنافس لتنافس تاني. ف يعني هم طبعا لعيبه كويسين ومميزين جدا طبعا، خدوا مع 2005 وخلصوا، خدوا مع 2003 على فكره. في 7 أو 8 لعيبه المفروض ان هم موجودين، مش دجله بس، يعني في لعيبه من قطاع الناشئين موجودين بيلعبوا من فتره. ثم طبعا لعيبه احنا بندر عليهم موازي. انت دورك في القطاع ان انت مش ان انت كمان يعني ان انت تصعد بس، لا انت كمان دورك تدور على اللعيبه الموازين في اي مكان وتقدر تاخدهم، وزي ما بيقولوا كده تحط اضافاتك كنادي اهلي عليهم عشان تقدر انت تاخد منهم حاجه ثانيه. شكرا كابتن خالد وبالتوفيق باذن الله، ودايما مزيد من البطولات باذن الله. شكرا. كابتن اسامة، اعتقد كلام مهم وكلام من الكابتن خالد بيبو، كلام من القلب لكل جماهير النادي الاهلي، بيطمن الجميع على مستقبل النادي الاهلي ودور مجلس اداره النادي الاهلي ممثل في الكابتن محمود الخطيب. طبعا انا يعني برجع لك مره ثانيه يا كابتن اسامة، انا موجود معاك لو في اي استفسار او اي تساؤل. بنشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا ومتالق كالعاده. كنا قدمنا خالص التعازي لجماهير الكره المغربيه في وفاه مشجعه فريق الرجاء. أيضا مجلس إدارة النادي الأهلي بيتقدم بخالص التعازي لنادي الرجاء الشقيق وجماهيره. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية يتقدمون بخالص التعازي لنادي الرجاء المغربي الشقيق ومجلس إدارته وجماهيره في وفاة مشجعة الفريق التي وافتها المنية إثر التزاحم الجماهيري قبل مباراة أمس، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسروان، إنا لله وإنا إليه راجعون. نروح لمباراة اليوم الأهلي أمام زد، وأقول لحضراتكم تشكيل النادي الأهلي في حراسة المرمى: مصطفى مخلوف خط الظهر، إبراهيم عبد الحكيم، يوسف عاطف منصور، عبد الرحمن رشدان خط الوسط، إسلام عبد الله، أحمد طعيمة، محمد وائل الخط الأمامي، ميدو أسامة، أحمد خالد كباكا، رأفت خليل، وفي الهجوم محمد زعلوك. دكتور كابتن حشيش، تشكيلة بتضم برضو بعض العناصر المميزة، اللعيبة اللي شاركت أو اتمرنت مع الدرجة الأولى، نفس الأسلوب اللي بيلعب بيه محمد شرف يعني. طبعا فيهم اللعيبه طبعا يعني هم الحقيقه الفرقه دي كلها مميزين، وفيهم ناس لعبت مع طبعا الدرجه الاولى، وفي نفس الوقت برضو في اكثر من لاعب محطوطين في التشكيله الاساسيه للقطاع، عاملين نتائج كويسه. نتمنى ان احنا نشوف طبعا كوره كويسه النهارده، ما عليهمش ضغط عصبي يعني، محرزين البطوله خلاص، بيلعبوا بقى مع فريق للاستمتاع النهارده، للاستمتاع النهارده على ارضك، وخلاص اخر مباراه في الموسم، كل واحد طبعا ايه بيفكر الجهاز طبعا الاول للنادي بيفكرهم يعني بعد يعني عشان بعد كده هيبقى فيه توقف وفي اجازه وكده. فاتمنى طبعا كل واحد يلعب بقى بمستواه ويلعب الكره بتاعته ويقدم عرضه كويس وكله يستمتع يعني. كل لعيب يعني بقاش في ضغط عصبي، يبقى في نوع من الاستمتاع ويعملوا نتيجه كويسه النهارده ويبقى في وفره من الاهداف يعني. دكتور سامي، التنسيق كان اتكلم عليه كابتن خالد بيه مع زميلنا فاروق صلاح، التنسيق المتواجد دايما بين قطاع الناشئين والدرجه الاولى، بنشوف مصطفى مخلوف بيطلع يتمرن بينزل يشارك، النهارده رأفت خليل موجود، كان زعلوك قبل كده طلع يتمرن ونزل، كباكا الوافد الجديد. فعمليه التنسيق دي مهمه جدا دايما موجوده بين قطاع الناشئين والدرجه الاولى. طبعا اللعب في الفريق الاول للنادي الاهلي مش سهل، مش اي لاعب يستحمل الضغوط الجماهيريه، فانت في القطاع الناشئين بتدي له خبرات الضغط الجماهيري انه عايز يكسب دايما، وبعدين يبدا يتعود يتمرن، لو لسه محتاج ثقه بيضطر تطلعه اعاره زي ما حصل مع محمد عبد المنعم، طلع اعاره لفيوتشر ورجع بقى احسن مدافع في مصر. في التشكيل النهارده في 3 كانوا في منتخب مصر 2003 اللي هو مصطفى مخلوف في حراسة المرمى، وده واحد من الحراس الممتازة الصاعدة بقوة في النادي الأهلي، عبد الرحمن رشدان مدافع مميز برضه، رأفت خليل اللي كان واحد من المكاسب الفريق الأول وكان سجل هدف في بطولة أفريقيا في مباراة القطن الكاميروني كان جاب جون،
يمكن الكابتن محمد شرف بيلعب بثلاثة أربعة اتنين واحد، دي طريقة اللعب، بيلعب بثلاثة ورا يوسف منصور وعبد الرحمن رشدان وابراهيم عبد الحكيم، محمد وائل باك يمين، اسلام عبد الله باك شمال، الاثنين اللي في النص احمد طعيمه، وده لعيب جاي منتقل حديثا في بدايه الموسم مع النادي الاهلي، لعيب ارتكاز دفاعي كويس جدا. اللي جنبه عايزين نعمل عليه دايره كده، احمد خالد قباقه، افتكروا الاسم ده، ده اللعيب الوحيد في التشكيل اللي من مواليد 2005. هو وزعلوك. وهو وزعلوك. هو وزعلوك. من اللعيبه الممتازه جدا. ممتاز. ده بقى في يناير. لعيبه الارتكاز، انت النهارده بتتكلم على مروان عطيه، بتتكلم على حمدي فتحي، بتتكلم على لعيبه كتير ممتازه في وسط الملعب، ديانج، عمرو السوليه، لعيبه كتير، لكن انت لما كمان لعيب انت جايبه من نادي وادي دجله احمد خالد قباقه، انا بشوف ان هو مستقبل صحيح. وسط الملعب للنادي الاهلي، النهارده كمان تصعيده مع زعلوك قدام. الاثنين اللي في على الاطراف، ميدو اسامه يعتبر نجم الموسم في فرقه 2003. ميدو اسامه بيقدم موسم كويس جدا، مسجل 6 أو 5 اهداف السنه دي، جايب كام جون بالظبط؟ جايب 5 تجوان السنه دي، هو اللي جايب جون الفوز على نادي الزمالك في الماتش اللي فات، ورافت خليل طبعا كلنا عارفينه قدام زعلوك. يا ريت برضو الاعداد معانا جاهزين لقطه الموسم في المباراه السابقه، ميدو اسامه لما احرز هدف امام الزمالك وراح لوالدته عشان يحتفل معاه خارج الملعب، جهزوا لنا اللقطه دي يا شباب. هقول لحضراتكم برضو بدلاء النادي الاهلي في حراسه المرمى، طارق حسن، عبد الجواد عبد الرحمن، مصطفى ابو الخير، عبد الله فؤاد، احمد اشرف، ويوسف شريف، محمد رأفت، وكريم عثمان، ومحمد عبد الله. نروح نشوف تقرير سريعا كده عن مباراة اليوم الأهلي أمام زد، ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. نجح فريق شباب الأهلي مواليد 2003 في التتويج ببطولة الجمهورية بعد تحقيق الفوز على الزمالك 2-1 في مباراة الجولة الماضية التي أقيمت بملعب الأخير في ميت عقبة، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 58 نقطة ليحسم رسميا فوزه بلقب البطولة بعد أن حقق الفوز في 17 مباراة والتعادل في 7 مباريات والخسارة في 3 مباريات، مسجلا 48 هدفا مقابل 19 هدفا في مرمى، وبفارق 6 نقاط عن سموحة صاحب المركز الثاني الذي جمع 52 نقطة. لم يكن فوز الأهلي باللقب المكسب الوحيد، ولكن تمكن لاعبوه من أن يكونوا أصحاب أقوى هجوم في البطولة مناصفة مع الزمالك برصيد 53 هدفا، والأفضل دفاعيا ب20 هدفا. ورغم تحقيق الأهلي للقب بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2003 بفارق كبير عن أقرب منافسيه، لكن النقاط المضيئة تتمثل في تصعيد عدد من اللاعبين للمشاركة مع الفريق الأول، أبرزهم مصطفى مخلوف ورأفت خليل وكريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان، بجانب مصطفى سعد ميسي المعار، وكذلك محمد الضاوي كريستو الذي تم التعاقد معه من النجم الساحلي وهو مقيد على قوة هذا الفريق، بجانب أن هناك العديد من العناصر الأخرى التي يتم تصعيدها للفريق الأول مثل محمد أحمد شرقية وميدو نبيل وميدو أسامة وأحمد أشرف. ويشرف على كتيبة نجوم المستقبل الأحمر محمد شرف مديرا فنيا، ومعه محمود صادق مدربا مساعدا، وخالد عثمان مدربا لحراس المرمى. شباب الأهلي أبطال الجمهورية. أقول لحضراتكم تشكيل نادي زد النهاردة اللي هواجه النادي الأهلي في حراسة المرمى، محمد إكرامي، خط الظهر حسن عادل، بلال خالد، أحمد خالد، محمد صلاح، في وسط الملعب مصطفى ديشة وعمر حافظ، الخط الأمامي محمد تريكة 22، بس ده تريكة الأصلي ولا إيه؟ محمد تريكة 22، فادي محمد ومحمود حمادة، وفي خط الهجوم حازم العسكري. البدلاء خالد دسوي، محمد أمجد، محمد خميس، نبيل حلاوة، وكوريا كوريا، طيب ماشي، ده اسم الشهرة أكيد، يوسف محمد ويوسف نوفل وأحمد فكري وعمر عبد الحميد. نروح بقى للقطة الموسم علشان أسمع تعليق الكباتن عليهم واحتفال لاعب 2003 ميدو أسامة مع والدته بعد إحرازه هدف في المباراة السابقة، مباراة التتويج النادي الأهلي أمام الزمالك. كابتن حشيش، دي في نادي الزمالك كمان، مباراة في نادي الزمالك. طبعا عرفان بالجميل طبعا، اكيد والدتهم يعني متوليه امره كالعاده طبعا، يعني الستات دايما، الامهات دايما هي اللي بتتولى طبعا الاولاد في مرحله الرياضه والكوره،
فهو طبعا اكتر فرحه راح يسلم عليها. يعني ما فيش نجاح لاي حد من غير مسانده الوالدين، مسانده الوالدين سواء باباك او مامتك. انا دي بشوفها لقطه الموسم لميدو اسامه بصراحه، هو تتويج كمان للموسم اللي بيقدمه، بيقدم موسم هايل، جناح شمال ممتاز. شوف فرحه الام كمان بقى بتعيط طبعا من الفرحه، ده يعني دموع الفرحه زي ما هدف الفوز بالدوري وهدف في نادي الزمالك، هدف ليه معاني كتير، واكيد هي تعبانه معاك جامد جدا. أكيد. فده تتويج للتعب اللي هي تعبته طول السنه، وراح وراه برده اتفرج على الماتش في نادي الزمالك يعني بص ازاي يعني. طيب علشان وقتنا، عشان خلاص بيقولوا لي دلوقتي المباراه والحكام يعني متواجدين في ارض الملعب، برده هقول لحضراتكم الطاقم التحكيم، حكم الساحه كابتن احمد صبح، المساعدين كابتن بسام مهران وايضا الكابتن محمود راغب. نروح بقى لملعب المباراه، نروح لاول لفاصل وبعد الفاصل لملعب المباراه ومعلقنا المتميز دائما الكابتن تامر عبد السلام، وانتظرونا بين شوطي اللقاء.